من هم أبرز اللاعبين المرتقبين في مؤتمر جنيف 2؟ وما هي مطالبهم؟ الولايات المتحدة، روسيا، النظام السوري، إيران، السعودية والمعارضة السورية. تؤيد الولايات المتحدة مطلب قوى المعارضة السورية بأن لا يكون هناك للأسد دور في الحكومة الانتقالية، من دون أن تشير إلى صلاحيات الأسد كرئيس للجمهورية خلال هذه المرحلة. ويصطدم موقف الولايات المتحدة بالموقف الروسي الرافض لرحيل الأسد كشرط للمفاوضات. موقف روسيا داعم للنظام السوري الذي يوافق بدوره على المشاركة في المؤتمر، ولكن دون أي شروط تضعها المعارضة أو دول أخرى. أما إيران فما زالت مشاركتها غير محسومة وإن كان دورها حاسما. السعودية ترفض مشاركة إيران وتصر على أن يكون ائتلاف المعارضة السورية الممثل الأساسي للمعارضة، بعدما طلبت روسيا مشاركة المعارضة الداخلية المقربة من النظام في المؤتمر. أما المعارضة السورية فهي منقسمة. الائتلاف السوري يقول أنه لن يشارك دون أن يكون هناك جدول زمني محدد لرحيل الأسد، كما أنه يعارض مشاركة إيران. المجلس الوطني السوري يرفض المشاركة دون رحيل الأسد، وهدد بالانسحاب من الائتلاف إذا شارك. أما المجموعات الإسلامية المقاتلة على الأرض فترفض المشاركة بشكل قاطع في المؤتمر.